السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة أكديد، كنجددو الترحاب بكم وكنشكركم على الدعم ديالكم. إن شاء الله في الحلقة ديال اليوم غادي نهضرو على ببغاء الكونيور أو المولينا كما كنقولو حنا في المغرب. غنهضرو على هاد الببغاء الزوين اللي كيتعتبر من الببغاوات المتوسطة الحجم اللي في الغالب كيوصل الطول ديالو 33 سنتيمتر والوزن ديالو ما بين 120 غرام الى 200 غرام. ومن بين هاد الانواع ديال الكونيور كاين واحد المجموعه متعدده من الفصائل ومن الطفرات كما كنقولوا، من بينها الجرينشيك، الاناناس والاناناس ريد فيس بحال هذا اللي كتشوفوا قدامكم، والسانشيك والمونشيك والتيركواز، وعديد عديد من الطفرات. هاد الطفرات كلهم تقريبا كيتوفروا هنايا في المغرب. بالنسبه لهاد الببغاء هذا كيتغدى على الحبوب بحالو بحال الكالوبسيت بحال ليزانس بحال، دائما الوجبه الرئيسيه كتكون الحبوب، فلاريس، الزوان طويل، الزريعه، الكاردي، جميع الحبوب، جميع الحبوب اللي تقدروا تقدموا ليه كتقدموها ليه، بالاضافه الى الفواكه والخضار، وهي راه سهله في الانتاج، سهله في الانتاج الحمد لله. كتخدم دغيا، هي كتبدا الموسم ديالها من الاول ديال الشهر واحد وكيسالي في الاواخر ديال الشهر ستة. بالنسبه للزوج ديال المولينا كيخدم على عمر سنه بحالو بحال الكالوبسيت. الأنثى كتبيض من 3 حتى 6 البيضات، وكتخدم 3 حتى 4 المرات في العام على حسب المربي. إلا جاب الله المربي كياخذ الزغاليل وكيدير التأكيل اليدوي كيوصل في الموسم حتى 4 المرات. إلا ما كانش كياخذهم كيخدموا ليك جوج 3 المرات. ومن الاحسن دائما المربي ياخذ الزغاليل ويكلهم على يديه، هما زوينين في الدريساج ودغيا كيولفوا على مولاهم. وكما كتشوفوا في الفيديو الحمد لله سيدي ربي كرمنا بثلاثه ديال الفروخ من 5 ديال البيضات. هذا الزوج هذا الخدمه الاولى عندي الحمد لله سيدي ربي سخرو، وكنشكركم مره اخرى على المشاهده ديالكم وعلى الدعم ديالكم. وما تنساوش تدعمونا بلايك والاشتراك وتبارتاجوا مع اصحابكم، وغادي نخليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.